بهذه المناسبة أكد نائب رئيس حزب الإنصاف أن ما يجري يمثل محرقة للشعب الفلسطيني، مطالبا بالوقوف مع القضية الفلسطينية. من موريتانيا، من أرض المنارة والرباط، من أرض الشنقيط، من أقصى نقطة في الوطن العربي، نحن هنا صامدون واقفون داعمون للشعب الفلسطيني، داعمون له في غزة الأبية الشجاعة التي يضربها العدو الغاشم بالقنابل لثلاثة أسابيع متتالية، داعمون له في جميع أرض فلسطين وفي الشتات. هذه الأرض تاريخها دعم للقضية الفلسطينية، وعلينا أن نعي السياقات الحالية. هذه محرقة ضد الشعب في غزة، وعلينا أن لا نترك العدو الغاشم يأخذ يختطف محرقة الشعب الفلسطيني ليصنع بها ما صنع بمحرقته بعد الحرب العالمية الثانية.